مريم عاد الدار فحكاية جديدة مثال في الشيني مريم عنيدة يدي كارفة فحك ويدف بكني تحكو بعدك تخاف وغويت تكونو لش لسال تجدي باق مينو في استعمال دموعك نبغي غريس الحال حسي ذاك تحكو بعدك تخاف وغويت تكونو لش لسال تجدي باق مينو في استعمال دموعك نبغي غريس الحال الحوات في ذكر النو بالبطل ورجنو عثير بزماتي ذوال الإيماني كتدو دي ثيرو ربطو ويني عزيز اليسازال مولان من الذي قردنا ذيك دون مثيلها القدار مجاربني بردان يتساوي ومدان ديميد العالي الحذار توصينا غي مولان من الذي قردنا ذيك دون مثيلها القدار مجاربني بردان يتساوي ومدان ديميد العالي الحذار شكمينو عام صيان بالقزل وانا خاسر يغلي غدي يكر كان غد فات زمان للجذوذي عدا ذات النفع سنة الثلال تهضرب اني بات تكرب خدم الخير لوالديك ديكني تات غرب احتغاز صبرب تلعظ ما تلعاتي كليك ورسو ما تهضرب اني بات تكرب خدم الخير لوالديك ديكني تات غرب احتغاز صبرب تلعظ ما تلعاتي كليك وقبلاتي مغرب خمصيك تضرب دعوينا تفضل موريك اسمولك ما تضرب تبغيك تنقرب فكايد من وديك مليما تدق تحكيات جدامي تشترك الجميع مليما لضع يجي كير مفتاح كوي دكسي كمية مليما تدق تحكيات جدامي
Thank you.